المرجعية مسيسة يحركها أهل السياسة. الآن نفس تسير الحكومة، الآن هذه الحكومة الفاسدة تحرضوا عليها. الآن إذا الحكومة انبطحت المرجعية وقدمت لها ما تريد تحافظ على الواجهة وعلى السمعة، لا يطرح مرجعية أخرى خارجة فلان أو فلان تنافس المرجعية، هنا سيكون هذا هو هذا الرئيس أو هذا أو تكون هذه الحكومة هي الحكومة العادلة وهي التي تنتصر للمذهب وتحقق للمذهب. هو صراع سياسي، يعني أحقر ما يكون أن علينا كمراجع أدخلنا أنفسنا في السياسة وأقحمنا أنفسنا في السياسة وصرنا منقادين لا قائدين.